أخبار مغربية وعالمية، معلومات غريبة وعجيبة، كل هذا تجدونه على قناة أخبار ومعلومات يومية. لا تبخلوا علينا بالضغط على زر لايك والاشتراك في القناة لتتوصلوا بجديد الأخبار والمعلومات. شكرا على المتابعة. دولة عربية تعلن منع تراويح رمضان بالمساجد وتحظر دخول البلاد. قررت اللجنة العليا لمكافحة كورونا في سلطنة عمان الاثنين قيودا جديدة لمواجهة تداعيات تفشي فيروس كورونا، بينها منع إقامة صلاة التراويح رمضان في المساجد وحظر دخول البلاد. وأفادت وكالة الأنباء العمانية بأن اللجنة أصدرت 6 قرارات مع قرب حلول شهر رمضان في ظل زيادة تفشي هذا الوباء في مختلف محافظات السلطنة. وأوضحت اللجنة أنها قررت تمديد العمل بقرار إغلاق كافة الأنشطة التجارية مع السماح بحركة الأفراد والمركبات في جميع المحافظات من 8 مساء بالتوقيت المحلي إلى 5 صباحا بدءا من الخميس وحتى صباح أول أيام شهر رمضان.